تغضى بك فيه وبنارك اكسف وارميه. هذه الصواريخ تمكن بحمد الله تعالى مجاهدين من تطويرها لتصل إلى العمق الصهيوني بإذن الله تعالى، وهو مسافة 45 كيلو متر داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية، لنضرب العدو الصهيوني في عقر داره بإذن الله تعالى. نعم، نحن في كتائب الأقصى نعد لخطف الجنود الصهاينة لكي نصفي حساباتنا مع العدو الصهيوني جيدا، لنبيض المعتقلات الصهيونية. اصفع وجه البغي وقاوم وامضي فوق أمال الظالم، كن كالياسر لا تخشاهم والموت بكأسك فاسقيهم. بهذه الصواريخ سنحرر قدسنا، بهذه الصواريخ سندك العدو الصهيوني في المناطق الحساسة التي لم يتوقع دكه بإذن الله تعالى.